مساء الخير. الكلام عنها دخول في الأحلام، أرجوحة بين الوعي واللاوعي. أنستمد الكلمة منها أم نستمدها من الكلمة؟ إن ملكوت الكلام لا يأتي إلا إذا اكتملت النعمة. هذا ما حصل لها ودفعنا إلى أن نسمع تلك المرأة صوتنا تقرع الباب لتنهض فينا الكلمة وتشعل كوننا، فلا ترنح كالسكارى. نخشى أن نتلاشى وتبقى الكلمة وحدها تعلن نفسها. هكذا نلعب اللعبة حتى الثمالة، ولنا فيها وجه ساحر حسبنا أن يرانا. معها تكون ولها أو لا تكون، ومن لا يراها خالقة لشعوره لا يحق له أن يراها. جبلت بتراب ثقافة واتحدت أوصالها بالنور. لا تفلسف الأشياء ولا تمنطقها. حين تكتب تبدو المعاناة على وجهها. تسجل حروفها بلغة الروح، نراها مشدودة إلى آفاق لا تنتهي. تجسدها عملا فنيا حيا كالموسيقى تنساب. ليست عندها كلمات مغفلة، تراها كلمة كلمة. هي تعني الحب، والحب لا حدود له سوى الرجاء والحنين. وجهها بدايتها، وبدايتها كانت على الشاشة مع بداية تلفزيون لبنان عام 1959. بدأت كمقدمة برامج، أعدت أول برنامج لها وهو نساء اليوم في العام 65، ثم برنامجا آخر هو التراث في طريق الزوال، تناولت فيه الأشغال اليدوية والحرف ذات الطابع اللبناني. بعدها انتقلت إلى النهار لتعمل في الصفحة الثقافية والصفحة الاجتماعية، راصدة مختلف الأعمال الفنية والاجتماعية والثقافية. وكان لها اهتمام خاص بكل ما له علاقة بالبيئة، لذلك أحبت الشجر والعصافير والبحر والشاطئ النظيف. طبعا حاضرت في شؤون المرأة والطفل واهتمت بقضاياهما، كما اهتمت باللاهوت ولا سيما التراث السرياني، ولها فيه محاضرات، لها أبحاث مختلفة. حضرت وتعاطت المقالة، رئيسة تحرير مجلة جمالك النسائية. هي نبع محبة وديمومة لطف، هي مريم نسا. مريم نسا مساء الخير، مساء الكلمة الحلوة ومساء الصداقة يلي انت بتعيشيها بالأعماق. وأهلا وسهلا فيك معنا بمرايا. ما بقى في شيء أقوله، نحن تلميذك أول شيء. أنت قلت كل شيء ريكاردو، شو بعد بدي أقول؟ هيدا أقل شيء فينا نقوله. عظمتني. هيدي الحقيقة. فعل سبليماسيون مثل ما بقولوا، يعني وين بدي أروح بقى؟ تسلمي. مريم نسا، بين الأمس واليوم شو تغير فيك؟ أولاً تجاعيد الوجه، تجاعيد الضمير، تجاعيد النفس للروح. بشكر الطبيعة اللي خلقت هالاشياء متفرقة عن بعضها، بمزجة ببعضها منخلق الإنسان، لكن اللي منجي تنفصل الاشياء كل شيء مختلف عن التاني. الأمس كان الحلم، كان المثل، كان المطلق، واليوم في واقع مرير. هالواقع اللي عم بيجعدنا مثل التفاحة اللي قشطت عن الغصن من زمان وعم تتحضر مش تتصير ترجع تصير سجرة عن جديد، عم تتحضر تتصير كومبوت ولا مسحوقة ولا يكل الدود. اليوم غير الأمس لأن الحلم انتهى، نحن قدام واقع مرير كتير. الإنسان فيه مثل أسطورة سيزيف، حاملين هالصخرة على كتافنا ونطلع 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 ومنشد لرأس الجبل، منلحق نوصل إلا بترجع بتكرج هالصخرة إلى الأعماق ونرجع عن جديد ونرجع نطلع فيها. ما بعرف أنا ولبنان، بقول أنا يعني هالشعب اللبناني، رح نضلنا نقدر نستمر نطلع وننزل والصخرة على كتافنا. إذا ما في حلم لوين بدنا نروح تعتقدي؟ اليوم ما بقى لنا حق نحلم، الحلم صار قسم من الخرافة من الميتولوجيا. بالميتولوجيا يحق الحلم،
سيزيف حلم انه شي نهار رح يوصل على قمة الجبل ورح يستقر، لكن الحلم تبعه ما نفعه لان بعده لحديت هلا هو متجسد فينا. بس هو بيعطينا الامل الحلم. طبعا 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 بعد في، لانه اذا حلمت ليش او انتهى ريكاردو، في شغله مهمه كثير، هو انه قد ما نكبر وقد ما نجعد مثل ما عم بقول لك بضل في زاويه للطفوله فينا، هي هالطفوله اللي بتحلم. واذا ما كنا اطفال ما بنقدر نحب، ما بنقدر نحن، ما بنقدر نشوف المواسم كيف عم تتغير، بصير كله خريف. اذا في عنا ربيع هو لانه في الطفوله فينا. اذا في شواطئ منا موجوده بقى بلبنان، بس اذا في، لانه في طفل بيحلم بهالشواطئ. هالطفل فينا هو الجزيره اللي بنحلم فيها، هو الجزيره اللي هي بكل واحد منا. ولا تكون هذه الجزيره اذا ما في طفوله فينا. وانا بشكر رب اللي بعد فيها الطفل اللي فيي، اللي مخلي لي هالجزيره هالواحه الحلوه اللي بعدها نظيفه ومرتبه ومهففه، الانسان نظيف فيها. والانسان مثل بيفتش على المثل، مش العليا بس، المثل النظيف المرتب النظميه الحلوه المهففه الاثيريه الشفافه، هيدي هي الجزيره اللي بحلم فيها. وما بريدها هي تروح مني، قد ما يكون لبنان قاسى، قد ما يكون واجه الواقع بهالبشاعه وبهالمؤامرات اللي عم تنحبك عليه قدام شعب بعد شوي رح اقول ساذج، يؤمن بعده بالكلام الطنان، بيؤمن بعده بالتزقيف، بالجمل الرنيني بيامن فيهم وبزقف لهم. لو ما هيك بعتقد كانت النتيجه وخيمه كثير، وكنا كلنا اندفنا وكنا صرنا جثث عم تمشي. هو هالحلم وهالطفل اللي فينا عم بخلينا نكمل سيرنا بدون ما نكون جثث. هذا السؤال، هذا الجواب على سؤالك. ما يمسى حياتك هي مشوار طويل، هل هنالك اشياء انت فيها خلال هالمشوار وندمت عليها؟ شو يعني الندم؟ الندم شغلي ما بتقدر ترجع تصلح. لازم تخلي حيز بحياتك للتصحيح. واذا خليت هالحيز، خليته واعي بحالك انه انا ما بدي اقدم على عمل واندم عليه. صحيح انه الاشياء بتصير شوي مصنعه، لكن ما ضروري توقع بالتكلف والارتفيس التصنع. منصنعه بدون ما توقع بالتصنع، لانه الندم ما فيك ترجع لإله، ما فيك ترجع تصححه. بدك تخلق شيء ثاني تتحارب فيه الندم، وهون المشوار بيصير صعب كثير. بدك تقول لي ما بعود الانسان عفوي. طيب نحن 75% من حياتنا عايشي على عنصر العفوية التلقائية السجية، بس في 25% لازم نخليهم لإلنا، نفكر فيهم، نعالهم، نهيئهم، نظبطهم، طبعا نغلط ونندم. مشوار لبنان الطويل بيستحق الندم لأن صار فيه أغلاط كتير. هلأ كل إنسان بيقول بس أنا ما غلطت، بس أنا ما لازم أندم لأن أنا ما غلطت. لكن أنا بدي أحكي عن لبنان ككل، عن الشعب اللبناني ككل. أنا بدي أحكي عن شيء عم يغرز فينا وعم ينخر فينا، هو الطائفي، هو النعرات الدينية. هون أنا بعتبر أنه بصير أعمال بحق الأديان عم بتودينا للندم، لأنه ما عم فينا نصححها بعدين، يعني ما عم نوعى، ما عم نشوف الخير. لو لبنان بتعددية طوائفه، هلا بدك تقولي هيدا سؤالي ما بيودع هالجواب، لكن بما انه هالموضوع عم يغرز فيي على طول ما بقدر الا ما اطرحه اليوم على هالطاولة. يحكى انه لبنان بلد التعايش، واهمية لبنان هو التعايش، حتى صار التعايش كذبة كبيرة. لكن لو اتاخد التعايش من الاول انه كل طائفة كل مذهب يكون هو بتقاليد وبتراث ودرس للطائفة الأخرى، مش نعرة للطائفة الأخرى. كنا كوننا من هاللبنان التعايش الصحيح، كنا جبلنا حضاراتنا ببعضنا وثقافاتنا ببعضنا تنخلق منها لبنان المهم الرائع اللي العالم كله بصير يكتب عنه كتب. مش الكتب اللي بدها تنكتب عن لبنان هي الحرب الأهلية،
هي الحرب الدينية، هي النعرات الطائفية، هي الكره بين مذهب وآخر. كان نحن هون الندم. أنا ما بدي أحكي أنا شو ندمت، أنا ما ندمت على شيء، لأن كل الأغلاط اللي فيي أعملها بقدر صححها، لأن بريئة أغلاطي. لكن كل غلطة بتنعمل بحق الوطن، هيدي ما بترجع تتصلح، لأنه بتروح من وراها دمار، مش دمار البيت، بتروح دمار الضمير، دمار حضارة، دمار تقاليد. والماضي ما بتعود فيك تنكشه، لما بدك ترجع تنكشه وترجع تجيبه للحاضر بصير صعب، لما بدك تصير تسعى انك تجمله، هون بتخلق الكذبة الكبيرة. كتب التاريخ كذبة كبيرة، لأنه نكشت، صار الإنسان بده يصلح أغلاط الماضي، صار بده يكتب التاريخ بحضوره الحاضر، كتبه هو عم بكذب. أنا كتب التاريخ بتأمل إنه يجي شي نهار يكتب إنسان، يا جروب يا فريق من العالم، يكتب كتب التاريخ الصحيح، بركي بنمتثل فيها، ما منعود نغلط الأغلاط اللي عم تتغلط من وقت ما خلق لبنان، وهي الأغلاط زيتها عم ترجع تنعاد باسم الله. هل الله الواحد اللي قصني ل 17 الله بلبنان حتى نخلق النعرات، نخلق الكره، نخلق التفرقات، نخلق الخلافات. لو عرفنا من الأول نحط الله الواحد بيناتنا، نرقص حواليه كلنا سوا، ونغني حواليه الأنشودة زيتها والقصيدة زيتها، ونطلع بيبيل نار حوالا منه، كلنا سوا مجتمعين، كلنا خلقنا لبنان المثالي، مش لبنان بينحكى فيه برا بالغرب، يا حرام لبنان. كان فينا نعمل شيء، هيدا الندم اللي عم تحكي عنه ريكاردو. ميرمسا، كيف عشت الحرب؟ عشتها بضلوعي وبعيني وبحواسي كلها، عشتها وانا على الارض، عشتها وانا عم كمل حياتي الصحفيه وحياتي الانسانيه، واني روح على خطوط التماس وشوف هالعالم كيف عايشين على خطوط التماس، وانزل بقلب الملاجئ واحضر حياتهم على ضوء الشمعه، وعم يلعبوا بالورق تينسوا شو في برا. بس عشتها خارج الناحيه الاجتماعيه، عشتها بهالقلق الكبير وبهالوعي الكبير، لان بلشت الحرب كنت صرت كثير كبيره، كان صار عمري 34 سنه، يعني كنت عشت لبنان الخفيف السطحي، هاللبنان اللي تعمر كل عمره على رمال متحركه، لانه الانسان فيه بده يعيش على بسطه وانشراحه، ما في مره فات بالعمق، ما في مره نقب بتراثه بتاريخه الحقيقي الصحيح تيخلق منه الوعي الكامل انه ما يعمل هالحرب. كانت هون الناحيه الثانيه، هي الناحيه اللي هي دخلت فيها على الجحيم، هي نزلتني على جهنم، لما صرت تشوف الناس كيف عم تقاتل بعضها، لما كنت اوقف على الحواجز، مين ما كانت ملته، مين من اين ما كان مذهبه، من اي زعيم جاي ومن اي حزب جاي، وانا مستقوية بربي ومستقوية بالكلمة هي اللي عملت عليا انت هلا، وتروح قول انا ما بيصير اني ما اقدر اوقف على الحاجز واحكي اللي بدي اقوله. وكان ابني ينبهني يلي شي نهار رح تروحي قتل لانك عم تحكي الصراحة. انا كنت قله للفلسطيني اللي بيقول لي اعطيني تذكرة هويتك، قله انت اعطيني تذكرة هويتك، انا ببلدي، اذا سامحين لك بلبنان الرؤساء والحكام انك تقضي علينا وتطلب تذكرة هويتي، انا ما رح اعطيك اياها، فرجيني انت منينك جاي. شو اعطاك القوة؟ برجع بقول حبي الكبير لهالوطن، والوعي الكبير اللي عمره ألف سنة اللي سكنني، اللي عم بشوف الغلط كيف عم بيصير، الغلط اللي عم يتكرر. بتذكر والدي سنة 48، أنا كنت بعدني طفلة، بس بلشوا الفلسطينية يفوتوا على بلدنا، وكان لبنان أخذ القسم الأكبر منهم، قال يا ويل لبنان خلص، ما رح يتهنى باستقلاله. ريكاردو كان عمري سنة 48، كان عمري 8 سنين، سمعت بيي عم بيقولها وخبط على راسه. بتذكر والدتي اللي هي ست من بشري، وفاتي بجبران لتقيل، انه مش بس
بتحب أدب جبران إنه معتبرته هيدا منا وفيها وبشر، تضل فاتحة كتب جبران وتقرأ والنبي حفظته عن الغايب. قالت له يا رجال عم تتنبأ؟ هو اللي وين بده يروحوا المعترين؟ قال باسم هالمعترين الكارثة رح تضرب لبنان. بيي ما كان نبي، بس بيي كان متعلق بأرضه كتير، كان جندي، جندي حقيقي. صحيح انه كان ترجمان عند الفرنسوية وكان ترجمان عند الجنرال كاترو قبل ما راحوا الفرنسوية من هون، لكن بس راحوا من هون فات بالجندية، فات باقتناع انه هو بحب هالوطن ولازم يكون جندي، والجندي هو لفضى الوطن على طول. ومشيت الايام وبس شفت انه عم يتسلحوا الفلسطينية بارضنا، بالاول تيدافعوا عن ارضهم يسترجعوها، وثانيا تيرتدوا علينا ويضربونا، فهمت كلام بي شو هو اللي كان فيه من النبوءات الكافية انه نخاف، بس كنا صغار ما خفنا. والظاهر انه الحكام كمان كانوا صغار مثلنا، كانوا يلعبوا بالقلة، كانوا يلعبوا بالإكس وبالحبل، لان هم كمان ما فهموا، مش بس نحنا ما فهمنا. انا اضطريت اوصل لبعد ثلاثينات تفهمت، بس هن ضلوا يلعبوا بالقلة وضلوا ينطوا بالحبل، وتضل هالارض تموج تحت اجريهم، مش عارفين ليه عم بتموج، يفكروا انه 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 هي نشوه الفرح على طول. اللبناني حبيب حياه، حبيب عيش، بحب يسكر على 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 حبه زيتونه، على عجوه زيتونه بيسكر. هالحرب اللي عشناها كيف تختصريها بجمله او بكلمه؟ انلعب فينا القوى اللي من برا، اللي كان شافت انه لبنان ارض خصبه، خصبه للنزاعات، لقوا انه هيدي افضل طريقه هون انه يعلقونا ببعضنا، طوايف ببعضها، فيحطوها على حساب الحرب الاهليه. هي منا حرب اهليه بالاساس، لانه تروك الحرب ما بتشوف الا المسلم والمسيحي اجتمعوا مع بعضهم، الشيعي والماروني رجعوا لبعضهم، رجعوا الدرزي والماروني رجعوا ينكشوا الزيتونه زيتها وياكلوا من الزيت زيته ويعصروا بالمعصره زيتها. فاذا بدك تقلي انه هاللعبه جايه من الشعب، بس للاسف هالشعب اللي 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 اليوم كان حسن عم بيعمد عم داخل بمعموديه جورج، تاني يوم لانه زعيمه بحسه بينقلب على جورج. وجورج اللي كان قبل بليله سهران عند حسن، تاني يوم لان زعيمه بيقول له بينقلب عليه كره. هيدي هي، هي هي قصتنا، قصه مؤامره كبيره، نلعب بهالشعب الساذج البري لانه حطوا له على راسه زعمه. اذا بتروح الاحزاب هلا راحت الاحزاب، بس اذا بيروحوا الزعمه ما بقعد في شيء اسمه زعيم بزقفوا له العالم وبيقولوا له بالدم بالروح نفديك يا فلان. شو يعني كبيره كثير هالكلمه بالروح بالدم نفديك؟ هو واغلاطه، هو وشوائبه. بس الزعامه خفت كثير وهي لزوال اليوم بعتقد. ان شاء الله اذا زالت تماما بنرجع بنشوف الانسان، هالانسان اللي ماشي بالطرقات ماشيين سوا نحن وياه كاتحين تنربح خبزنا بعرق جبيننا، ان شاء الله يقدر يوعى لحاله، مش دائما هو بانتظار واحد اكبر منه يوعيه. ما فكرتي ولا مره تضبي الشنطه وتتركي لبنان؟ لا لا، لان حسيت انه لبنان طفلي، هيدا ولدي، ولدي المريض اللي عم يحترق. انا ما انا شو بدي اقدر اعمل له؟ انا ما قدرت طفي له حريقه، بس يمكن نوع من الازدواجيه بتخلق بالانسان انه بفكر حاله انه هو الضعيف بس هو كمان القوي، انه اذا كلنا فلينا، كلنا رحنا ركبنا السفر، ركبنا بهالبواخر ورحنا، لمين بدنا نخلي الارض؟ بس للمقاتلين؟ بس اللي ضايعين سكرانين بالباروده؟ مين كان رفيق مايا منسى بالحرب؟ هل كان الكتاب؟ هل كانت الاذاعه؟ هل كانت فيروز؟ مين كان رفيقك؟ اكيد كانت فيروز تبكيني، وديع الصافي بكيني، كنت بس اسمع صوت وديع الصافي ابكي، بس كنت دائما اقول لحالي، لانه في الفكر النقدي عندي هو بيرجع بيتخطى كل شيء وبيعلى، بس اسمع لبنان يا اخضر حلو، بلاقي انه الانسان كيف نازل تبشيع بهالوطن وعم بيشيل، وين في اخضر؟ صار عنده نكاية بالاخضر، يعني صار بده يشيل الاخضر ويحط محله لون حرب، هيدا البطون لونه الحرب. انا ما بشوف طلعت بنايه بطون
بتذكرني بالحرب، ما بتذكرني بشيء، لون البنزة العسكرية هي هي. هيدا هو زي ما تركت البلد، كيف بدي اترك البلد؟ تروح اتنعم برا ولا تصير لاجئة برا؟ ما بدي اكون لاجئة، ضليت هون امرق على الحواجز وانهين وهين واحكي الحقيقة وقول له يا شاب انت اللي حاطينك على الحواجز ستقتل خيك، بكره بس تخلص الحرب وين بدك تروح؟ شو بده يصير فيك؟ بيتركوك، بيبزقوك، روح على الكتاب تبعك، رح تطلع امي، ما رح تطلع ترجع تقدر تفوت بمجتمعك بكره اذا خلصت الحرب. اكيد ما كانوا يقولوا لي الله يعطيك العافيه. سمعنا اللي بينسمع، بس حسيت انه لازم ضل احكي حتى لو كلفتني رصاصه بظهري. مي منسى، قبل ما ننتقل لموضوع تاني بدنا اطرح عليك هلا اسئله سريعه وقصيره، ورح اطلب منك تجاوبي عليهم بكلمه او بجمله واحده، وهذه الزاويه هي زاويه صفحه سريعه عنا بالبرنامج، زاويه ثابته. اهم حدث بحياتك؟ ابني وليد وقت خلفته. اجمل يوم بحياتك؟ هو على طول هو. اتعس يوم بحياتك؟ وقت اللي احترق لبنان. أحلى هدية تلقيتيها؟ بس ابني إجا قال لي إنه توج سنواته الدراسية بمنسيون بمنحة كبيرة. أجمل لوحة شفتيها أو بتقتنيها؟ جيرنيكا تبع بيكاسو. حكمتك المفضلة؟ لا تكره شر لعله خير لك. كتابك المفضل أو ليفر دو شوفي؟ الإنجيل. شعرك بالحياة؟ الغفران. مثالك الأعلى؟ المسيح. حلمك الكبير؟ لبنان، السلام، استقلال لبنان. وقفة قصيرة مع العلم، نرجع متابعة من بعدها مع رايا. لما يمسى رح نرجع شوي سوا لبدايتك بتلفزيون لبنان، كيف حصلت هالتجربة؟ التجربة اجت هيك بشكل كتير عفوي، انقال قدامي انه رح يصير في تلفزيون بلبنان، ما كان عندي فكرة شو التلفزيون، كنت اعرف انه في شاشة بس ما اعرف قد ايه كبرى وشو بتعطي. وقالوا انه عم بيقدموا امتحانات وطلبات ببناية الكابيتول الله يرحمها. ورحت حطيت قدام الطلب وقالوا لي انه في امتحانين، امتحان شفهي وامتحان خطي. وبلشت بالخطي، طلبوا مني اعمل انشا. واسترسلت بالشعر وبالطبيعه وبحب العارم لليل والنهار ونجحت. هلا مشان الامتحان الشفهي كانت الشغله شوي اصعب. والدي تقبلها الفكره بكثير من المعاكسات. بالنسبه له انه بنته بالتلفزيون يعني رايحه تمثل. انه بدها تصير ممثله، وين العار؟ يا عيب الشوم علينا. لكن امي قنعته انه هي مهنه مثل الثاني. وراح معي هو على الامتحان. وبس لقى بهالغرفه المطرين كل هالستات والبنات المطرين فرنسي وعربي تيقدموا على الامتحان، طلع لقى بنات صبايا عاملين مكياج ولبسين احلى لبس وعاملين احلى تمشيطات. طلع فيي قال لي انت رح ياخذوكي مشي تنرجع احسن من البهدله. قلت له لا رح كمل للاخر، معلش حتى لو انرفض بس رح كمل للاخر تما احس اني هربت مثل الارنب. وقدامنا صرنا نمرق ورا بعضنا يعيطوا لنا باسامينا. طلعت انا وقلت هونيك جمله كان المفروض نقولها، ضليت ساعه احفظها عن الغيب، هي جمله بس. تتذكريها الجمله شو هي؟ سيداتي انساتي سادتي مساء الخير، حان وقت تقديم البرامج، نباشر بكذا كذا. ما كان في شيء كثير يعني، بس تيشوفوا الطله كيف واذا كان اللفظ مزبوط. اكيد قلتن هول وصوتي عم بيرجف قد ما بدك تقول. هلا لما رجعت على مطرحي كان في تيست شوي تلقائي اكثر، هو انه ينادونا واحدة ورا الثانية ونجي نقول اذا صار في انقطاع بالتيار الكهربائي، نقول صار في انقطاع نعتذر كذا. شو هي الجملة اللي لازم تنقال اذا واحد اتاخد على بغتي؟ على بغتي. وثقبت انه اللي قلته زبط، قلت نعتذر لهذا العطل الطارئ
على التيار الكهربائي الخارج عن إرادتنا، انبسطتهم كلمة الخارج عن إرادتنا، نجحت. بدي يكون الواحد لما زدت التهمة عن حاله بينجح. مين كان في من صبايا غيرك قدموا وأخذوا الوقت؟ كنا كتار شي 120 شخص ما بعرفهم، بس لكن اللي بقينا نحن زميلي لإلي نجوى أزعوم اللي كانت نهار أنا نهار هي، وبعدين بالفرنسي كان في ليني نوفل اللي هي كانت مرت خيو للجنرال نوفل اللي كان هو المدير العام بوقتها، وكان في أندري هاني بنت تميزت بالكوكيتري تبعها بشكل لا مألوف يعني، بس كانت كثير عندها. كيف كان عمل بالتلفزيون بهذيك الفترة؟ ما كان صعب، لكن نحن كنا نتوهم انه عم نشتغل بالتلفزيون، يعني كان عاطين الشغلة كثير أهمية، ما كان بدها الأهمية. هلا مع الرجوع لورا ونطلع بالاشياء بعين شوي عين المصغرة مثل ما بقولوا، اللي بتبحبش بالتفاصيل، كان كثير ساذج الشغل، ما في ولا فن ولا موهبه ولا شيء، غير انه الواحد يقتحم هالعدسه وما يخاف. طيب اليوم انت ضيفتنا بسيدويات الام تي في، في كاميرايات، الاضاءه قويه، انت محاطه بفريق عمل شاب، بشو بذكرك هالوضع؟ بتعرف انه ذكرتي ضعيفه، من هيديك الايام ما تركت شيء بذكرتي سوى انه بس يقولوا لي جمدي ما بقى تتحركي، حس حالي انحبست. احكي ثلاث دقائق مش اكثر، حس حالي انه تحددت. بين هالحبس وبين هالتحديد حسيت حالي رح طق. وضليت اشتغل 8 سنين بالتلفزيون، دائما اتامل انه يا ريت فيي اعمل عمل صحافي. لكن بس كانت فكره الصحافه كثير بعيده عني. ما كنت اعرف كيف الواحد بده يدخل بالصحافه. عم حس من حديثنا انه ما في عندك حنين واشتياق للتلفزيون، ليش؟ لا، معقول يجيني الحنين للتلفزيون عن جديد، بس من خلال برنامج انا اقدمه، انا اخلقه وانا كون مهيئت له يعني، ويكون جاي من عصاره تمنيات قديمه يعني، لانه في براسي برامج كثير حلوه لا تحقق على الورقه. وحده الوسائل السمعيه البصريه هي بتوديه. في هيك برامج بحلم اني شي نهار اعملها، لكن بقول شي نهار، لكن وقت العرض عده مرات يلاقوا انها مكلفه كثير، ترجع مشروع بعده بالضمير ما تحقق. يلا نحاول ننفذه هلا. هلا وين؟ هلا بعد شوي، بعد ما يخلصنا اللقاء تبعنا حنحكي فيه. صعب. ست ماي، دخولك للنهار كيف صار؟ صار بشكل كثير حلو. هونيك نهار حكوني من النهار وقالوا لي عم نضيف للنهار ملاحق في ملحق التسليه اللي هو في حيز كبير للمراه، كنت انا اعمل برنامج نساء اليوم وهيك مستعده تعمليه، حسيت انه عم بلش اظهر من قطبين الحبس، بالتحديد بالوقت والتحديد بالكاميرا والتحديد بالراس وبالبوز وما تتحركي، هيدا كله كان قتلني، كان بدي اتحرك على الورقه. دغري لبيت، تركت كل شيء ورحت. وفعلا حسيت انه هالورقه التي لا تتعدى السنتيمترات هي جغرافيا كبيره بحد ذاتها، هي لا متناهي يعني، بقدر سافر عليها بدون ما احس اني انا مضطري اوقف. طيب بين نهار الستينات والسبعينات من ميلي، يعني نهار ميشيل ابو جوده، لويس الحاج، ونهار اليوم التسعينات، اكيد في كثير اشياء بدلت وتغيرت. بنظر ما يمنسى شو هني اهم الاشياء اللي اختلفت؟ بنظر ما يمنسى اللي كانت بعدها بالعشرينات اللي دخلت على التلفزيون، يعني كان عمري 28 سنه، وبين هلا صرت بالخمسينات. هون بيتغير، مش هو جسم النهار شو تغير فيه، انا شو تغيرت؟ لانه انا لما دخلت كنت المراه الوحيده اللي بتدخل على التلفزيون بين هالرجال الزائعين الصيت مثل ميشيل ابو جوده وغسان تويني ولويس الحاج وغيرهم وغيراته، يعني ما تشوف الا واني الخوري، هالاسامي الكبيره الطنانه اللي هي عملت الصحافه بلبنان. وادخل انا ولاقي حوالي شعراء كبار مهتمين بالصفحه الثقافيه، شوي ابو شقره وانسي الحج، حسيت اني انا بموضع مميز، موضع اللي اكثر من مميز فيه والبريفيليجي، يعني انه انا لو ما كثير اني مصليت لي ما كنت وقعت بهالجغرافيا الكبيرة اللي اسمها النهار. وكانت بداية لإلي، كأنه المدارس اللي دخلت عليهم قبل
وبعدين مدرسة الأداب بالإيكوندلات، كأنه هاي مشي ما كان صار شيء بحياتي. بلشت أتعلم أبجدية الحياة وأبجدية الألم وأبجدية تصريف الأفعال وأبجدية تأليف الجملة وحبكة والاسترسال فيها من أولها. النهار مدرستي، شو تغير اليوم؟ اليوم صار في كتير عناصر من الشباب عم تنقل نغم النهار. هلا انا صرت من الرعيل الاخر، يعني صرت بتطلع فيهم وبقول هيك كانوا يطلعوا فيي وقت دخلت. شغلي فيها شيء من الحنين، لان بحب اليوم يكون عمري 25 سنه وكون عم بنطلق عن جديد، تارجع اختبر الحياه يمكن بعقلي اليوم، بفكري اليوم، بالتسامح تبع اليوم، وبالتعالي عن الصغائر اللي وصلت لها اليوم. لكن من جهه ثانيه بقول لا، الخبره اللي اخذتها يمكن هني عم يتمنوا هالصغار يكونوا وصلوا لها. هل حماسك واندفاعك زاد مع الوقت او قل؟ لا بالعكس زاد، لانه عم بحس قديش هالورقه بتعطينا كنز لا يفنى. مش هاي القناعه، ما شو بقى القناعه منا كنز لا يفنى، مش مزبوط. واحد يقتنع بالميديوكريتي تبعه كمان فيها جدل، بس هون الكنز الذي لا يفنى، انك كل يوم هالتحدي ذاته قدام الورقه ذاتها لونها المبرش، ترجع تحط قصاره حالك، تحط احلامك او لا احلامك، تحط نكباتك خيباتك وامالك، تحط الياس عليها وتتقبلك وتتجرح معك وتنزف معك وتوصل للقارئ اندابك وهالنقط الدم اللي مشرشرن هون وهون وحزنك الكبير، ويرجع يتمرى فيك القارئ وتتمرى فيه. هيدا هالتبادل، هالاخذ والعطاء، هالمطاطيه بيني وبين الاخر، ما فيها تنزلك من حماسك. بالعكس كل يوم عم برجع بحس انه هالقارئ صار قاعد كانه قاعد بحرجي، صرت اعرف. خصوصا اذا واحد هيك عابر طريقي من السياره، واحد ما بعرفه بيقول لي قريت لك اليوم، هيدا الكنز الكبير، هيدي الهدية الكبيرة. كنت عم تسألني هيديك الساعة من ساعة أجمل هدية تلقيتيها؟ إيه أجمل هدية هي كل يوم هالهدية اللي بقول قريت لك. بفتكر هولي هدايا يومية تتكرر، التواصل مع الخارج تتكرر وبتعطيك زخم كبير وبتعطيك إرادة إنه تحس حالك ما لازم تخاطر. إذا تجعد وجهك ما لازم يتجعد من جوا، تضل مالس، تضل دران يعطي. طيب من هالأقلام الشابة الواعدة، بمين بتشوف مي منسى نفسها؟ يعني بتشوفي من خلالهم انت من 20 سنة؟ عنا بالنهار اقلام حلوة كتير، يعني بتطلع بالإفراس الامين كيف عم يكتب قصارة قلبه، وعم عم عينه على المجتمع، عم يكتب شو فيه. زاهي وهبي بقرأ لسحر بعصير اللي اخدت بسنين الصغيرة، اخدت حيز اللي كان يعبي ميشيل ابو جوده، هي صارت هون. يعني انا كامراه، مع انه انا مني من المناضلات، انا للمجتمع، انا امراه اؤمن بالمجتمع، يعني انا اكون في الوقت ذاته امراه ورجل وطفل، مش انه اناضل لجهه معينه من المجتمع، لكن بفرح بلاقي توقيع امراه بالصفحه الاولى من النهار. ما بنسى الشعور الوطني عندك هو شعور كثير كبير، ليش ما تعطيتي بالصفحة السياسية اللي ما كتبتي سياسة؟ ما بقدر حلل، بقدر حلل الناحية السيئة بالسياسة. هون ما في أشطر مني، بسن قلمي دغري بيجي رح أكتب، بس برجع بقول لا، بالسياسة في نواحي إيجابية بس ما عم بقدر ألقطها. يمكن لأنه لبنان مرمد، يمكن لأنه لبنان عم بيصير فيه تجاوزات ما حدا عم بيقدر يصلحها. يعني بقدر بقول بحكي سياسة نهار اللي بشوف انه في غيرة على لبنان، في غيرة على جماله. مش كل يوم ننزل بهالجحيم نرجع نفتش كيف بدنا نطلع منه. في براس اني ضل اكتب عن هالجحيم كتار عم يكتبوا عنه، لكن بديش نهار اتوصل اقدر بيض الصفحة السياسية واكتب عن كل شيء عم بيصير ايجابي، عن هالتكاتف اللي خلق لبنان المشجر، الغابات، المحبة، الإلفة، النعرات الزيلة. بعتقد هون بكونوا بقدر اكتب السياسة. ولا مرة طلب منك تكتب بموضوع سياسي؟
لا يمكن بيشوف بيعرفوني غير بيعرفوني عاجزة اني اكتبه. حدا طلب مني. شو رأيي ميمسة بالعمل الصحفي اليوم؟ كثير مهم العمل الصحفي، هيدا ضمير يوم. هل بيحتاج لمزيد من الحرية او ماشي الحال مثل ما هو؟ انا بفتكر في حرية بلبنان لانه عم نكتب اللي بدنا نقوله. عدم ايجاد الحرية هي بهورات بالنهاية، بس حتى نضل نقول انه نحن موجودين، لكن عم ينكتب. اذا اللي بياخذ النهار وبيبلش يقرا من افتتاحية الاستاذ غسان تويني وجر ويشوف كيف بتنقال الاشياء بتهذيب صحيح لكن بصراحة تامة. مين كان الملهم لما يمنسى؟ اكيد الشعرة انسي الحاج وشوقي ابو شقرة كانوا الملهمين الكبار لإلي. المجلات النسائية والمتخصصة كثير بلبنان، انت عندك مجلة جمالوكي. نعم. انت رئيسة تحريرها. نعم. برأيك شو اضافت هالمجلة لهالعدد الكبير من المجلات؟ هل اعطيت شيء جديد؟ لا ما بنقدر نقول انه الحكي عن الاشياء السطحية اللي بتهم المرأة ولازم تنوجد، لان بلا هالفرنيش هيدا اللي بجمل المرأة تصير الحياة كتير تعيس. يعني هلا قلم حمرة يمتد على الـ على الـ على ثغر ببين مبتسم اكثر، ببين مشع اكثر. انا ماني من المنصهرين بقصص المكياج واللبس والكذا، لكن كله بشكل معقول. لكن بس اخذت هالمجله طلب الي اعملها، حسيت اني بفرصه انه الواحد يكون سطحي شوي بفرز. يعني ما بترضي طموحك هالمجله؟ لا، طموحي هو اثار لبنان، ماضي لبنان، تاريخ لبنان، حاضره ومستقبله، هيدا طموحي الاكبر. هو بس فكر باولاد ابني باي وطن رح يعيشوا. هاي المجله فيها تزول، ما بتخلق ثغره، بس جريده النهار انها تزول بتخلق ثغره كبيره. التلفزيونات تزول. تعرف شو يعني الانسان، الناس، البشر، في عندك 5 ملايين نسمه اليوم بلبنان، شو يعني يقعدوا قدام شاشه التلفزيون يشوفوا التحاليل السياسيه، البرامج، الحوارات اللي عم بتصير، برامج الترفيهيه، بتعرف شو عم تعطي الانسان؟ لكن مجله نسائيه هي حقيقه من الفوايد. بين الناس اللي قابلتهم ما يمنسى، مين اكثر شخص ترك اثر عندك؟ حقيقة في كتير ناس قبلتهم وخلوا، يعني منشان إذا كان على صعيد المرأة بحب اسمع للورن غيزل عم تحكي بحقوق الإنسان، وكنت سامعة جوزة الله يرحمه قبل منه الأستاذ جوزيف مغيزل، وبذكر عم فتش بورائي بلاقي مكتوب من جوزيف مغيزل لإلي بيقول لي نحن في صدد نعمل مهرجان سنة حقوق الإنسان، إذا فيك تكتبي شيء بالنهار. وكنا بعدنا عبواب بقلب الحرب يعني غاطسين، كتبت رسالة مفتوحة للأستاذ جوزيف مغيزل بخبره في أي حقوق لأي إنسان بهالبلد، هالإنسان المسحوق اللي مين ما كان عم بمارس غضبه عليه وعم بمارس حقده عليه. بتذكر تلفن لي وشكرني على الرسالة. هودي الناس ما بقدر ما اذكرهم الا في حز بقلبي، انه هول ما لازم يغادروا العالم، لازم يضلوا، لانه هول محسنين على الانسانيه. واليوم انا بشكر زوجته اللي هي صديقه لإلي، الست لور مغيزل، اللي مكمله هالمشهد، اللي عم تعمل حقوق الانسانيه، حقوق الانسان، المراه، الرجل، الطفل، بعدها مكمله بهالمشوار. ومنهم لحالهم، يعني في ناس، في فريق عمل بلبنان من هالستات وهالرجال مثقفين اللي كل همهم عم بيشتغلوا للبيئه، لحقوق الانسان، لحقوق الطفل. بس بتامل انه شنهار تتوج اعمالهم ويصير لبنان كله هيك. طيب مين من الناس يلي قبلتيهم كتبتي عنهم وخيبوا لك ظنك؟ لازم بدك اسامي يعني؟ من السياسيين كان في خيبات كبيرة، لأنه اللي بيقولوا شيء واللي بيعملوا شيء تاني. بيكفي أنك تشوف موكب بالطريق كيف ماشي عم يفلح بقلب الناس،
كيف عم بدفشوا بالعالم على جوانب الطريق، شو بحس حالي صرصور صرت بس يمرق موكب من هالمسؤولين، كأنه كلنا نحن مجندين تنغتالوا. هيدا بحز بقلبي كتير، وهيدا خلق فيي ثورة، لأنه لما بلش هالموتوسيكل يصفر صفارة الإنذار كأنه قنبلة هيروشيما رح تنزل على راسنا، بتطلع بالمراية وبشوف الموكب الماري، بتنحر مثل البغل مبعود بحيل من طريقي. هيدي هالشغلة مش عندي أنا، بدك تشوف كيف نحن بنحكي فيها، الإنسان الحساس المشلوع عن جلده بيحكي فيها دايما. بس الإنسان اللي عمل جلد التمساح عليه وصار ماشي مع هالعالم ما بحس فيها، هيدا نياله. مسا رح نلتقي لموضوع تاني هو موضوع الاختبار. في عنا بكل حلقة من مرايا اختبار بنقوم فيه، بنحاول من خلاله ندخل إلى أعماق الضيفة الموجودة معنا، واليوم أنت الضحية. لأنه هلا إلي ساعة أحكي بثورتي. خليني شوي. هو الاختبار كتير سهل، مقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو اختبار الإنفعالية عندك، الجزء الثاني هو اختبار النشاط عندك، والجزء الثالث هو اختبار الثانوية. والثانوية مثل ما بتعرفي هي صفة تنطبق على يلي ما عنده ردات فعل فورية على الظروف. رح نبتدي؟ حاضرة؟ مي المسهل بتاخذ أمور تافة على محمل الجد، مع أنها بتعرف إنه ما لها أهمية. هل بتضطرب لأسباب بسيطة أم أنه الأحداث الخطيرة فقط بتجعلها مضطربة؟ إني إنسانة اضطرابية أنا بحد ذاتي، لكن لا أضطرب للأشياء الصغيرة لا. هل بتنفعلي بسهولة أم بتتقبلي الأمور مثل ما هي؟ الأشياء اللي بتجرح بتخليني انفعل أكيد، لكن الأشياء اليومية لا، في انضباط. أنا إنسانة منضبطة كتير وبمارس على حالي شيء اسمه اليوغا. هل بيجرحك بالعمق انتقاد حاد أم ملاحظة ساخرة أم بتقبلي الملاحظة بلا ما تنجرحي؟ إذا صحيحة لا بالعكس بتعلم، وإذا كانت فيها افتراء بزعل كتير. هل بتضطربي بسهولة بسبب حدث غير مرتقب؟ هل بتنتفضي وقت بيناديكي حدا فجأة؟ هل بتصفري وبتحمري بسهولة أم بيصعب اضطرابك؟ الاثنين الأولينيات إيه كتير، بس أصفر وأحمر خلصت. هل بتحمسي أنت وعم تحكي؟ هل أنت الصوت العالي بالنقاش؟ هل بتحس أنك بحاجة لاستماع ألفاظ عنيفة وكلمات معبرة؟ الأولى إيه، الاثنين هوديك، لا صوتي ما بيعلى ولا أتلفظ بألفاظ، لكن إيه بتحمس كتير وأثور كتير. هل بتتوتري قدام مهمة جديدة، قدام تغيير بالأفق، أم بتتعاطي مع الوضع بهدوء؟ بهدوء. هل بتنتقلي من النشوة للإحباط، من الفرح للحزن والعكس بالعكس، بدون سبب وجيه أو حتى دون سبب ظاهر، أم أنت إنسانة متوازنة الطباع؟ لا أبدو متوازنة، لكن لا لست متوازنة. هل بتراودك الشكوك والحيرة بشأن أعمال دون أهمية، أم أنك ما بتعرفي حالة القلق إلا استثنائيا؟ صح. تاني كتير صح. هل بيصادف أوقات أنك تكوني متأثرة كتير فبيصير يلي بدك تقومي فيه مستحيل، مثل خوف بيمنعك من التحرك أو خجل بيشد لسانك، أم أنه هالشي ما بيصير إلا نادرا؟ ما في شي بيوقفني، لكن بكون مضطربة كمل، لكن باضطراب وببين علي، يعني بقدر وأنا عم بعمل محاضرة أبكي. الاختبار الثاني هو اختبار النشاط عند مي منسة. هل بتشغلي نفسك بنشاط خلال أوقات فراغك، دراسة، نشاط اجتماعي، أعمال يدوية أو حرفية، أم تستفيدي منها للراحة، أم تبقي فترة طويلة ما بتعملي شيء، بتحلمي وبتسهي فقط؟ ما عندي منها هي، أنا الراحة عندي هي النشاط، والفرصة هي النشاط، والسفر هو النشاط. السفر شغله مهمه يعني. هلا نحكي عنها بعدين بجزء ثالث من البرنامج. هل بتقومي بجهد كبير لتنتقلي من الفكره للتنفيذ ام بتنفسي فورا بالانرتي دون صعوبه؟ فورا. هل بتراجعي بسهوله قدام المصاعب او قدام مهمه متعبه، ام على العكس الصعوبات بتحمسك وبتدفعك لبذل المجهود؟ لا اتراجع. هل بتقومي بيلي عليك فورا ام بتميلي للتاجيل والرفض؟ ما باجل ابدا، بحس اللي بياجلوا خلص مات، بيتاجل بموت. هل بتاخذي قرارات فوريه حتى بالحالات الصعبه ام بتميل ام لا؟ هيدي سالنيها. هي سالتني. هل انت كثير الحركه، بتنتفضي من الكرسي، بتروحي وبتجي بالشقه دون اي عاطفه قويه، ام انك عاده جامده بغياب اي احساس قوي؟ اثنينهم بينطبقوا علي. لانه انا انسانه ماني ماشيه على خط واحد، عندي 600 خط ماشيه عليه. انسان بتشوف الانسان اللي عم تمشي وعم تركض وعم تحر، اوقات بقعد تقدر اركض اكثر بفكري. اذا كان في تغيير مفيد بحياتك، هل بترددي بالبدء فيه اذا عرفتي انه بيتطلب منك مجهود كبير،
أن تتراجعي قدام العمل اللي بدك تبلشي فيه وتفضل الاكتفاء بالوضع الحالي؟ مش الاكتفاء، لكن أنا بنشتل بالالتزام اللي بكون أخذته، يصعب علي أن أتركه. هلأ إذا بتعطيني أهم جريدة بالعالم ما بقدر أترك النهار، انشتلت فيها صارت جزء مني. إذا أعطيت أوامر بتنفيذ عمل ما، هل أنت من النوع اللي ما بيهمه النتيجة، مهم أنك خلصتي من العمل، أم بترقب التنفيذ وتأكد أنه كل شيء متمم جدا حسب الشروط والوقت المحدد؟ طبعا أكيد أكيد للآخر، لآخر نقطة. الاختبار الأخير معنا هو اختبار الثانوية عن ما يمنسى، هل بعملك بتفكر بالمستقبل البعيد أم بتفكر بالعواقب البعيدة لأعمالك، أم تهتمي بس بالنتائج الفورية؟ بكرة مش لإلي، بكرة هيدي أرض غريبة، ما عندي تأشيري الدخول لإلها. أنا بشتغل كل يوم بيوم، وشفيعي هو الوقت، هو اللي بقرر. هل بتوقعي كل شيء بيحصل بتحضري له أم تتكلي على حدثك؟ الحدث شغلة مهمة، لكن أنا ما عندي تنبؤات، من هون في حيط بيني وبين البكرة. هل عندك مبادئ صارمة بتتأيدي فيها أم بتفضل التأقلم مع الظروف بليونه؟ التأقلم مع الظروف، لكن في عندي شوية صرامة أخذتها من بي العسكري. هل أنت ثابتة بمخططاتك أي بتنهي اللي بلشتي فيه أم تتركي المهمة قبل ما تخلصي؟ لا ما في، لا. هل أنت ثابتة بعلاقاتك، يعني بتحافظي على صداقات الطفولة، بتعددي على نفس الأشخاص والأصدقاء أم بتبدلي أصحابك غالبا؟ لا لا ما في، هن زيتون عمرهم 50 سنة معي ماشيين معي. بعد غضب شديد هل أنت سهلة بالوفاق بترجعي مثل قبل وبتنسي الأمر أم بتضلي سيئة المزاج أم أنت صعبة بالوفاق حقدك بيستمر؟ ما عندي حقد، ما بتمنى الشر، لكن ما بنسى. هل عندك عادات بتتمسكي فيها؟ هل بتحبي تردي الأمور إلى طبيعتها؟ أم أنك بتنفري من كل ما هو اعتيادي ومرتقب لأنه المفاجأة بالنسبة لإلك عنصر أساسي للاستمتاع؟ لا أحب المألوف. هل بتحبي الترتيب والتعادل والانتظام؟ أم أنه الترتيب يبدو إلك ممل؟ أحب الترتيب، لكن الترتيب في لا ترتيب أوقات. هل بتحضري مسبقاً كيف بدك تمضي وقتك؟ هل بتحبي التخطيط وإعطاء المواعيد وتنظيم البرامج؟ أم أنك تدخلي العمل دون نظام محدد مسبقا؟ نو، لا يجوز بالصحافة هالشي، ما بيجوز. السؤال الأخير، وقت بتعتمدي رأي هل بتمسكي فيه بعناد أم أنه فكرة جديدة بتسحرك فبتبدلي رأيي؟ نو، الرأي مهم ثابت. لما يمسى كم إذا بتحط لي على 10؟ هلا بدنا نشوف بعد علين. صحيح. هلا فينا نوقفي مع العلين، نرجع من بعدها لنتائج الاختبار وبنكمل الجزء الثالث والأخير من مرايا الليلي مع ضيفتنا ما يمسى. السفر بحياة ما يمسى كثير مهم، لوين بيوديكي؟ حسب، في سفر من عدة جوانب، في سفر على الورقة، في سفر تاخذ الطيارة وتروح، في السفر بالحلم. سفر الطيارة مهم كتير، لأنه هون الإنسان بيكتشف نفسه وبيكتشف الآخر، بيكتشف العالم الحقيقي. العيش ببلده ما بعد فيه يشوف الأشياء مظبوطة، لأنه بيبقى قاعد بنصة. بتذكر كلمة زياد الرحباني بمسرحية من مسرحياته، بقول اللي قاعد بقلب الفقر ما بيشوف، بده يطلع برات الفقر تيعرف شو معناته. هيك كمان الجغرافيا ما فيك تشوفها إلا من بعيد. لبنان رجع بتصوره لما بعد عنه. السفر لإلي شغلة مهمة كتير، إني أسأل طيارة وروح أتغرب. الغربة بحبها، بس مش الغربة اللي ما في من وراها رجع، لأن أنا مشتولة. أنا بلبنان مثل الشجرة اللي صارت مجزرة بصارات تبع بلده. بحب روح على بيريز وشوف إنه في 5000 جنينات بيشتغلوا كل يوم فيها تيجملوها، مش تيقطشوا. هيدا السفر بالنسبة لإلي تشوف احترام الإنسان لوطن، وحتى أحزن أكتر وأبكي أكتر على اللي عم بيصير بوطن. تسألني شو السفر؟ السفر إنك تغير جلدك، تلبس جلد تاني، يكون أنظف وشفاف أكثر ومنفتح أكثر. السفر هو انفتاح. ما يمنسى، هل بتقرأ أو بتطالع أو يتكتب ما بتحبها بس بدافع المهني والعمل التقريبي؟ طبعاً لما بدي أدرس، لما بدي أقرأ دراسة كبيرة مثلاً عن البيئة، أنا بحب البيئة، بحب البيئة وبحب أشتغلها كتير، لكن لما بتفوت بالألفاظ الكتير مهنية فيها، بيبقى فيها اشياء من الملل مثلا، لكن بقراها للاخر تشوف وين بدها توصل الدراسه، وين بدها توصل البحوث والتفتيش والارقام والكذا، مع انه انا مني ما بحب الارقام وما بحب النسب، بنسبه كذا بالمية وبنسبه كذا. شو اجمل مقال كتبتيه
أو أحب مقال إلى قلبك؟ ما في مقال واحد، لكن أنا في 17 سنة من الحرب كانوا بالنسبة لي يوميات، كتبت فيهم كل يوم عن الحرب، عن الإنسان، عن الموت والحياة. كل مقال بيندمج في موضوع الموت والحياة بالنسبة لي بيكون أفضل مقال، لأنه ما قدرت أتعرف على الموت إلا بهالحرب، وصار مثل الشريكة، صرت بمشي أنا وياه هلأ حتى من دون الحرب، صرت أفكر فيه. بهال 17 سنة، كانت يمكن هال 17 سنة بالنسبة لي بيكونوا مقال واحد، اللي هن إذا جينا فردناهم بينفردوا على شي 100 مقال بما فيهم يوميات. بس ربما 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 الأكثر مقال أثر فيي وبعده بيرجع على بالي وبعدني بخبره وبروي من وقت للتاني معناته قد ايه أثر، هو بعد هونيك نهار رائت الحالة واضطرينا نقطع مشي، ما كان في لا سيارات ولا شيء والطرقات مسكرة، وأنا كنت كاتبة 20 يوم بحياة ناس بالملجأ، وأخذتهم وقلت أنا حتى لو مشي بدي أقطع من بيتي بأدونيس للنهار، حتى لو ضليت 3 أيام أمشي، بس بدي أوصل وبدي أعطي هالكمية من الوجع. والتقيت بسيارة رايحة وصلتني، قالت لي رح وقفك على الدورة مش أكتر، ما فينا بقيت، ما بقى كله ملغوم. نزلت هونيكي وضعت ما عاد أعرف ويني، حسيت حالي كأني راجعة من شي 40 سنة غربة. وسألت واحد، قلت له نحن وين؟ قال بالدورة، منك من لبنان؟ قلت له مبلا بس ضايعة، شجر مكسر وقع بالأرض، عواميد كهرباء بالأرض. بعد شوي وأنا عم دور على حالي تشوف كيف بدي أتوجه، بلاقي اثنين حاملين تابوت نعش، اثنين وراكدين في ركض. ساعتها شلت هالوراق اللي كنت كتبتهم على 20 يوم وزدت، قلت والأموات في بلدي يدفنون أنفسهم، سارة سارة لا تلتفتي إلى الوراء حتى لا تتحولي إلى عمود ملح. حطيت الورقة، هي كانت اليوم 21 يعني، زدت هالنهار وأنا واقفة بهالضياع بهالهيروشيما هيدي. ربما لأنه كتبت هالكلمتين وأنا واقفة وأنا عم برجف وأنا كتير منفعلة، ما زال عم نحكي عن انفعال، بتصور إنه هيدا أكبر حدث بحياتي. أنا بدي أشكر ربي، مش رح أقول الله بحبني وما بحب غير، لكن بشكر ربي إنه أنا ما رح لي حدا عزيز بالحرب. أنا طلعت نظيفة من الحرب، ما لبست أسود على حالي، لكن أحداث من هالنوع علمتني، كوتني بالجمر. هول الأشياء ما بينساهم الإنسان، ربما بكرة بفوتوا بالكتاب اللي عم بقرأ. المقالات اللي حلمي توقيع ما يمنسها كتير كتير، من خلالها منحاول نلمس أو نتعرف على شخصية ما يمنسها، لكن أكيد في هنالك من الأشياء اللي ما بنعرفها. شو ما بنعرف عن ما يمنسها؟ ما يمنسها صفحة مفتوحة، ما عندي سر وما عندي شي مخبى بحياتي، هي أنا. ويمكن اللي بخلي يكون أنا قدام كل العالم هو إنه انفعاليتي اللي منا منضبطة كفاية تحت تخبي إشياء. عن شو ما بتحبي تحكي؟ كل شيء بيسهل إنه نحكي عنه، كل شيء اسمه تجربة واختبار بالحياة لازم نحكي عنه ولازم نسمع. في ناس ما بيعرفوا يسمعوا وما بيعرفوا يحكوا، أنا بعرف بسمع وبعرف بحكي. ربما هالشي جاي من مهنتي الصحفية، علمتني اسمع للآخر وعلمتني تظهر الشيء اللي بقلبي وحطه على الورقة. ما بقى في سر بحياتي. وين الحب بحياة ما يمسى؟ وين ما كان، وين ما كان عم بشعح، ولا مني ظاهر مني للآخرين وعم بياخدوا من الآخرين لإلي، إنه أنا فجعانة حب ما بقدر، وعطشانة حب ما بقدر عيش بلي، ما بقدر. يعني أنا كنت أمي تقول الله يرحمها تقول ماي مثل كاسات الهوى تلزق بالواحد، بس حبني حبني، ضلت شبهني لكاس الهوى. بقى مظبوط، أنا كاسات هوى. ماي مسا حضرتك تزوجتي مرة لكن هالتجربة ما نجحت أو ما استمرت، ما رح نفوت بالتفاصيل هون ليش ما نجحت، بس اللي ما كررتي هالتجربة؟ حسيت حالي عاجزة إنه أسعد إنسان، ما سعدت أول مرة هالإنسان، بقى ليش تكرر وأرجع أعمل الغلطة زيتا، باخد أخطائي على حالي.
ويمكن الإنسان الحر اللي منه ملتزم بالتزام الزواج بيقدر يعطي للغير كتير، بدل ما تكون محصور هالعطاء بس بهالبيت الزوجي، بصير يتفرع، بصير مثل الشجرة تزداد فروعها، بدل ما يكون جزع وبس، بصير عنده 600 فرع، بصير يعطي هون وهون، بصير يحب، يروح لعند الفقراء، بصير يروح لعند السكيلة، بصير يروح لعند المحزونين، بصير يروح لعند العايشين بعزلتهم. تعتقد أنك أنت صحفية أديبة بحاجة لعالم خاص تحلمي فيه، بتبتكري، بتخلقي أشياء، بحاجة تكوني لوحدك، وبالتالي الزواج بيكبل لك إيديك أو بيحصرك أو بيخنك؟ الزواج ما كبل لي إيدي، أنا ما كنت على مستوى الزواج، ما حسيت حالي أني بقدر أكون هالإنسانة اللي عم تعطي بس للزواج. ممكن العكس، الزواج مش على مستويكي. لا لا، لازم لي يعرف الإنسان يقول أنا ما عرفت أسعد الآخر. كتير كتير مظبوطة، إنه ليش تنضلنا خايفين إنه نلقي التهمة على حالنا؟ أنا ما بخاف التهمة، بالعكس بتنظف وبغتسل وبظهر من جهنم تبعي اللي بقول الحقيقة. طيب الأمومة شو عطتك؟ الأمومة كل شيء. الأمومة شغلة، هيدا السحر، هيدي المعجزة الكبيرة، المعجزة الكبيرة. بفهم هلأ نساء ما إجي هون ولد إنهم تبنوا، بفهم هاللي عطوا حياتهم للأطفال اليتيمة، لليتم، للإعاقة، كأنهم قلبهم صار الرحم، لأنه ما في أجمل من إنه الإنسان يعطي ويطفئ حنين على الطفل، على الولد. أنا بفكر عم تقلي هديك الساعة مين الإنسان اللي أثر فيك كتير؟ من النساء اللي أثروا فيه كتير، إيفون شاني مثلا، اللي الفرح غمرة لأنه صار فيه بحياتها مدري كم معاق، وكل ما كبر بتألف له قصة جديدة، من سيزوبيل لأنت أخي لبيت الحنية، إنه رح تضل لحقتهم للشيخوخة لهالمعاقين، بس بفرح، هالفرح اللي أنا ما قدرت أمنه لحالي، أنا ما قدرت أمن الفرح اللي إيفون شاني حاطة حالة فيه. هيدي إنساني أنا بقدر أعمل لها تمثيل، أكيد مش تمثيل من رخام، بس تمثيل من حنان، تمثيل من إنسانية، ما بعرف شو بكون لون. ما منسى إذا طلبنا منك هلأ تكتبي مقال، أو طلب منك تكتبي مقال، أي موضوع بتختاري؟ ريكاردو أنت عطول عم تحشرني، لأنه أنا حياتي متمحورة حول ثلاث مواضيع هي ابني، الإنسان، ولبنان. كيف ما برامط بدي أرجع لهم؟ أكيد بمهنتي مش مدخلي ابني، ابني لحياتي، لكن بمهنتي في كمان بيرجعوا ثلاث عناصر، هو الإنسان، لبنان، والطبيعة، هالطبيعة اللي خلقها الله. وفي بمقال من مقالاتي بلشت فيه هيك، قلت أنا نزل الله على لبنان، قعد على حافة لبنان تشوف شو عمل هالإنسان بهالبلد اللي حطه مثل الجوهرة بهالصحراء العربية، جيل بنظره يمين وشمال، اللي مشاف شو عمل الإنسان بكي، فمعناته هاي الحرقة بقلبي اللي مشوف التبشيع اللي عم يعمله الإنسان بهالبلد، هالتنكيل اللي عم بيعمله. ما يمسى لقائنا بمرايا انتهى، بس لقائنا مع ما يمسى ما بينتهي، لأنه بيتجدد كل يوم صباح كل يوم أجليد النهار ما عدا الأحد بالطبع. نتيجة الاختبار طلعت، ظهرت وأظهرت أنك سيدة غضوبة، والغضوبون هم أناس كريمون ووديون ونبيضون بالحياة وبالحيوية، متفائلون، هم بصورة عامة فرحون، نشاطهم كبير ومضطرب لكنه منوع، يهتمون بالسياسة، يحبون الشعب، ويؤمنون بالتقدم، ويتطوعون لإشعار الثورة، وغالبا ما يتمتعون بكفاءات خطابية ومليئة بالتهور، هم زعماء. الصفة المهيمنة العمل، شو رأيك؟ أنا كل اللي قلته مظبوط، لكن مني زعيم، بس الزعيم بقى متسلط قاعد فوق الأشياء. ما ضروري بلا هيك تبين، لأنه الإنسان مغرور، الإنسان بحب الغرور والتعالي، ما بيعرف يكون متواضع ويكون على مستوى الأشياء. أنا أفقي كتير. ما مسا أنا بشكرك. بختم الجلسة الحلوة رح اسمحي لي أطلب منك تختميها وتوقعيها على ذوقك. رح نرجع 30 سنة لورا، أنت قدام شاشة التلفزيون، الكاميرا قدامك، رح تطلعي فيها وتنهي هاللقاء يلي جمعنا الليلة.
مش رح أقول سيداتي سادتي لأنه برجع بنت صغيرة. رح أقول إنه عندي كتير سرور أرجع أطلع بهالعدسة الصغيرة وشوف من خلالها ملايين العالم. شغلة كتير كتير حلوة وفيها تأثر كتير. أنا إيه مثل ما قلت بحب أحكي، أنا يمكن صرصارة شوي، بحب أحكي هيك مهنتي علمتني، لكن بحب إنه كل الحكي اللي عم بحكيه يودي لشي، يكون إيجابي. بتأمل اللي سمعوني ما يحسوا إني صرصرت بدون طعم، يكون بقي شي بكيسهم، بكيس اللبنة، بكيس اللبنة بنحط فيه اللبنة يبقى شي. إذا كلامك تعتبريه فالفرق يعيش الصرصرة، وأهلا وسهلا فيك مرة تانية. شكرا.